السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي. اليوم في درس لحل تمارين صفحة 53، رانا في الصفحة الثانية من محور My Fancy Birthday، يعني كما قلنا عيد ميلادي الفاخر أو عيد ميلادي الرائع أو هكذا. قلنا المحور هذا يعنى بتعليم التلميذ، يعني أسماء الأشياء اللي تستخدموها في يعني أي حفلة في العموم، يعني حوايج تاع الاكل تاع الشرب، اغراض الاكل والشرب، ادوات الاكل والشرب، وكذلك يعني تعابير الشائعه عن الاشخاص سعيد حزين وغيره. عدنا الان تمرين رقم 3، listen and say the letter، استمع و يعني قل الحرف. كالعاده قبل ما نقراو انا عاد مزج جمل نسمعوهم، ولكن نحاول نطلب من التلاميذ انهم يعبرون عن صوره. What do you see here؟ We have two pictures. What's the difference between this picture and the other one? This one A. How is A? What's this? It's a girl. Girl. How is she? Look, Hazina. What's this? Sad. What is sad? Hazina. And B. What do you see here? He is a boy. How is he? He is. Look here. He is happy. What's happy? سعيد. Now let's listen to now which picture represents the right answer, sad or happy. اسمع معي الآن. الجملة الأولى تقول لك He has got 9 on the English test. He has got 9 يعني حصل على 9 من 10 on the English test. تيست في اختبار او فرض انجليزيه. He is happy. He is happy. عندنا هنايا he has got، قلنا he دائما معناتها هو المذكر. Right. اذن هنايا number one A ولا B؟ قلنا he is happy number one. اذن هنايا نديرو معاها B او الboy. He is happy. Happy. Number two, she has got 5 on the English test. That's فقط 5 على 10. هي مؤنث دائما. She is sad. She is sad. إنها حزينة. هنا which picture represents the girl who is sad؟ أي ولا بي؟ قول لكم أي. Okay, good. Number two مع I is sad. هذا بكل بساطة. Happy سعيد، sad حزين. Happy I am happy. She is sad. I am happy. I am sad. وهكذا نكرر معاهم نوعا ما شوية باش نكملوا بقية الأمر. ثم عندي التمرين الثاني يقول لك Look at the pictures on the الصور and write the words in your copy book. انظر للصور هذه ثم اكتب الكلمات in your copy book. هنا عندي لعبة كلمات المفقودة، ركبوها من خلال الصور. الصور هنا يا ربيعة الحال اعطاني كل صورة لشيء اعطى لها حرف. اعطاني الصحن اي، حلوة بي، بعد هنا يا اي، هنا اف، جي، هنا دي، سي، كي، هنا جاي، هنا اتش، هنا اي. هم هنا تبعوا يعطيني حرف الاول تقريبا من كل لكل صوره لكل شيء نسميه. نشوف الصوره ونسميه الاشياء هذه اللي شفناها قبل في الدرس الماضي كانت تفاو. ونكملوا هنا بقيه الحروف، بقيه الحروف، ولما نكملوا الكلمه بقيه الحروف تاعها نربطوا. كما هنا يا مثلا طلعني الاي. واتس اي؟ شو هو هذا؟ هذا صحن. قلنا قبل اسم الصحن شو هو؟ اتس بليت. ها طلعني البي بليت. اي ربطوها مع اي. ها بليت بليت رايت. احنا كنا قبل كما قلنا دائما قبل التمرين نحاول الاستاذ يقول لهم وات دو يو سي هير، يستمروا بعض الاشياء ليذكروها ثم يخش في التمرين. الان خلينا في التمرين بي. واتس بي؟
وين بي هنا؟ يا بي بي هاي بي هنا، هاي بي خضراء وبي الحمراء، هذه حلوه قلنا سويتس. اذا كتب هنا سويتس سويتس. ثم نكملوا مع الاي. واتس اي؟ شمعه. واتس شمعه ان انجلش؟ اتس كاندل. وين اي هنا؟ اي 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 هاي الاي، هاي الاي، اعطاني الاي برك واعطاني الاي في الاخر كاندل. نكمل وقت حروف كاندل ونربط الاي مع الاي، هذه الاي سمول لاتر مع الاي كابيتال لاتر. في الصور تلقى سمول لاترز، وفي الخانات الفارغه تلقى كابيتال لاترز. الاف، وات كولر از ذس؟ اتس بينك. وين الاف؟ اف 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 اه هاي الاف، اعطاني بي، نكمل هنا بينك. ثم يعني انتهى وردي، نربط بينك اللون الوردي. ثم جي، وش هذا؟ قلنا قبل هذا عصير، برتقال عصير، قلنا واتس انجلش؟ جوس. وين جي؟ هاي جي كابيتال لاتر هنايا، جوس، نكتب هنا جوس. ثم نربط هذه الايموجي، وش فيها؟ دي فرحان، معناتها هابي، دي هابي. وين الدي؟ هاي دي هنايا اليسار، دي نكمل هنايا هابي. ثم نربط مع الايموجي مع الدي كابيت، لا مع هنا مش كابيت، هنا سمول سمول لاتر، ها هنا سمول لاتر مع كابيت لاتر دي. هنايا عندي هنا كيك، سي تورتة كعكة، كيك اتس سي، ها سي وات از سي هير؟ هاي سي، سي عفوا كابيت لاتر كيك. ثم نربط عندي الكاي الايموجي حزين يبكي، ها هي از ساد، كاي ورحت كاي، هاي الكاي كاي ساد، نربط كاي بالكاي. عندي جاي نايف سكين، سكين قولوا نايف، ويني هنا يا جاي؟ هاي جاي نايف، حط هنا الكاي، الكاي قلنا سايلنت، الكات فيها سيلونسيو ما تنطقوهاش، سايلنت. ونكملوا كابيتال لاتر مع سمول لاتر. هذه وش قلنا؟ شوكه، قلنا فوك اتش، فوك هاي الاتش فوك، ونربطوا الاي اخيرا الاي، وصلنا الاي. وش الاي؟ ملعقه، سبون سبون، ها سبون. وين الاس؟ اس عفوا الاي هنا، الاي 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 والركيه اي، ها الوسط سبون سبون. نربط الاي سمول لاتر مع الاي كابيتال لاتر. اوكي، وهكذا نكون كملنا كل الصور، كل الصور كما تشوفوا هنايا. اوكي كل الصور، في الاخير الاستاذ يعاود يسمي معهم كل شيء، سويت كاندل بينك جوس هابي كيك، وات كلر از ذا كيك؟ نقولوا كيك از براون مثلا، شوكليت براون، ساد نايف فورك، هذه سبون اند بليت. وهكذا يكونوا كملنا كل الاشياء قريناهم شفناهم قبل وعودناهم اليوم لتلاميذنا الاعزاء. شكرا، بارك الله فيكم.